السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هيكون عن روتين العناية بالقدمين. اقدر اقول ان ده روتين اسبوعي لازم تعملوه كل فترة علشان رجلكو تبقى صحية وناعمة وما فيهاش فطريات، عشان برضو ما نخليش رجلينا يعني يبقى ليها روايح كريهة في الشوزات والحاجات اللي بنلبسها، ودي مشكلة بتقرقنا جدا انه بتظهر روايح من الرجلين واحنا مش عارفين مصدرها. النهاردة هكلمكم عن الادوات التقليدية الاول اللي هي عمل الباديكير للرجلين، وبعدين هكلمكم عن الادوات الحديثة وعرفكم انا حبيت ايه وايه اللي ما حبيتوش من الادوات دي كلها. اول حاجة من الادوات التقليدية الحجر الخفاف سواء الخشن او الناعم، الاتنين حلوين جدا، الاتنين نتيجتهم هايلة، اما بيجرحوش يعني. ده بيبقى خشن ممكن تعملي بيه على رجلك على طول بعد ما تبوشيها في المية الدافية واللي فيها شوية خل وشوية شاور جل، وبعدين تنعمي رجليكي بالحجر الناعم ده. الأحجار دي ممكن تجيبيها من عند العطار عادي جدا. ده الخشن بيبقى المسام بتاعته واسعة قوي كده، وده الناعم المسام بتاعته بتكون ناعمة كده وممكن توصل لأنه يبقى أملس خالص كده. ده شكلهم، تقدري تجيبيهم من عند اي عطار وتستخدميهم. يعتبر دول اول طرق بدائية كانوا زمان بيستخدموها اهالينا وجدودنا، كانوا بيستخدموا ده الحجر الخفاف للرجلين عشان يشيلوا كل الجلد الميت اللي على رجلين. تاني حاجة بدأوا يستخدموها او تاني حاجة ظهرت بعد الحجر الخفاف هي المبرد اليدوي اللي كان بيبقى على الشكل ده، وده كان من شال مشهور جدا، والشكل الجديد اللي ظهر اللي هو كده اللي فيه وشين، وش ناعم وش خشن، والاتنين بيتفكوا وبيتغسلوا. انا شايف ان دول برضو قويين زي دول، يعني لو انت ما عندكيش القدرة انك تمسكي ده وتدعكي جامد، ده خشن وده خشن برضو هيساعده انه يعني تبقي متحكمة فيها، تبقي ماسكاها كده وقادرة تتحكمي فيها يعني. لو انتي متعرفيش تمسكي الحجر ومش عارفة تتحكمي فيه، انا شايفة ان بتاع شال كان اقوى واحد. الجديد اللي هم عاملينه وش ناعم ووش خشن ده، الحديد بتاعه اللي هنا ده ضعيف مش زي ده، يعني اوريها لكم اوضح زي ما انتوا شايفين كده. اللي بتاع شال الحديد بتاعه الفتحة بتاعته ضيقة بس قوية، انما ده الفتحة بتاعته واسعة وناعمة قوي قوي على الرجلين فما بيديش نتيجة. فممكن تستخدموا الاتنين، يعني ده مثلا كخشن وده كناعم، وبعدين تنعمي خالص بالمبرد اللي ورا ده. ممكن المبرد اللي ورا ده تستخدميه للضوافر لو انت عايزة. ودي كانت يعني احدث حاجة ظهرت من فترة قريبة، الحديد اللي موجود في البلاستيك ده. وبعدين من فترة قريبة جدا يعني تقريبا خلينا نقول مثلا من سنتين ولا حاجة، ظهرت المنتجات اللي زي دي الكهربائية. دي ماركة مش يعني مش اصلية، هي صيني. انا جايباها بصراحة عشان اجربها عشان اعرف الدنيا بتاعتها عاملة ازاي. انا مسكت بتاعت شال ولقيت الحجر بتاعهم مش مختلف، يعني الاثنين واحد، فجبت دي علشان اجربها. بس دي بصراحة هايلة، يعني انا جبتها وعجبتني. هي اوريها لكم من جوه، هي لما بتجيلكم بيجي فيه غلاف كده شفافة على الوش مقدرتش ليه. عندك هنا المكنة وفيها من هنا جراب
شفاف كده راكب على اول شفرة، ومن هنا كده تقدري تضغطي على الزرار ده وتشيلي الشفرة من مكانها كده وترجعيها تاني. فيها هنا طبعا انا شغلها لكم، فيها هنا لايت، فيها من هنا لايت علشان وانتي بتشتغلي يبقى النور على المنطقة كده. هنا عندك الفيشة بتاعت الشاحن، وعندك شفرة زيادة زي ما انتوا شايفين، وعندك فرشة لتنظيف الشفرات وتنظيف الجهاز، فرشة خشنة شوية علشان تنظف الحاجات دي. بصراحة انا شايفة ان المكنة دي ينفع انام بيها، يعني بعد ما اعمل بيها كل الحاجات استخدم الادوات التانية دي، استخدم دي علشان انعم بيها الرجل لانها بتنعم جدا، يعني بتشيل الخلايا الميتة بطريقة فظيعة، يعني بتخلي الرجل ناعمة جدا بعد الاستخدام. فلو انا مثلا محتاجة اعمل بديكير حلو ونتيجة تطلع ناعمة، استخدم الحجر اول حاجة، استخدم الاحجار واتأكد تماما ان الحجر عمل رجلي كويس. ممكن استخدم شال مع الحجر علشان اوصل للنتيجة اللي انا حباها، وفي الاخر خالص استخدم المكنة دي علشان اوصل للنتيجة النهائية المرضية بالنسبة لي، اللي هي ناعمة جدا ومريحة جدا. اخر حاجة عايزة اقول لكم عليها هي انكم ازاي تقدروا تحافظوا على اللي انتوا عملتوه لرجلكوا ده وفترة اطول، وازاي كمان تحموا رجليكوا. بعد ما بنعمل بديكير الخلايا بتبقى او الدم بيبقى نشط جدا في المنطقة دي، ممكن نكون جرحنا نفسنا واحنا ما نعرفش. اول حاجة لازم نغسل رجلينا كويس جدا، مش ننشفها بس بالفوطة، لا نغسلها كويس جدا بالمية، المية الفترة، وبعدين نستخدم كريم فيه فيتامين اي زي الكريم ده اللي انا كلمت عنه قبل كده في فيديوهات. مهمة الكريم ده ان هو يفضل محافظ على نعومة الرجل، وكمان التدليك اللي هتعمليه وانت بتحطي الكريم هيخلي الرجل لو فيها اي جروح او اي حاجه ما توجعكيش وما تقلنكيش. ملحوظه بس، لو انتوا استخدمتوا الجهاز الكهربائي ده من اول مره ممكن تحسوا ان في وجع او اي حاجه، انكم مش تبقوا عارفين ازاي تستخدموه، لانكم هتحطوه على منطقه اكتر من منطقه، فحاولوا تاخدوا بالكم لانكم هتحسوا شويه بالم بعد ما تخلصوا، هتحسوا ان في حته وجعاكم حته بتحرق كده شويه، فانتوا بس المفروض انكم تعرفوا ازاي تستخدموها. وبس ده كان فيديو النهارده، واتمنى يا رب يكون فاتكم، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.